رزق فيه بركة ورزق منزوع البركة. المال هو آخر صفحة في موسوعة الرزق. يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، اللهم ارزقني الجنة وأنا أسألك. أنا يجب أن يكون عندي يقين أن رزقي معلوم عند الله ومكفول، خلاص، ولكن منوط بالسعي، منوط بالسعي. كيف؟ كيف؟ أنا يكتمل عمري في رحم أمي 120 يوما، يأتي ملك الموكل بالأرحام فيكتب العمر والرزق، خلاص، أنزل إلى الدنيا. الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق إيجابي ورزق سلبي. الرزق الإيجابي ينقسم أيضا إلى قسمين، رزق فيه بركة ورزق منزوع البركة. الرزق سبحان الله رزق إيجابي ورزق سلبي. يعني رزق إيجابي ورزق سلبي؟ الكارثة الكبرى أستاذ محمد، نعم، أن الناس تظن أن الرزق هو المال. المال هو آخر صفحة في موسوعة الرزق. كيف؟ أكبر رزق أن يرزقني رب العباد المعرفة به فيرزقني، يعني كان الشافعي يقول يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، اللهم ارزقني الجنة وأنا أسألك. أنت أعطيت الإسلام من غير ما، من فضل من كرم الله علي أن وجدت نفسي مسلم في بيئة مسلمة، هذا من كرم الله. فيرزقني الإسلام، يرزقني السكينة، الهدوء، الرضا، اليقين، التوكل، الزوجة الصالحة، الأبناء البررة، الجيرة الصالحة، العمل الحلال، كل هذا نوع من الرزق. يأتي المال بعد ذلك، الصحة رزق، والتنفس رزق، والدورة الدموية رزق، وحركة الحياة رزق، هذه الجلسة الطيبة التي فيها ذكر الله، هذا كل هذا رزق سبحان الله. ثم يأتي بعد ذلك الرزق المادي، ولكن الناس حصروا الرزق في مسألة المال، وهذا فهم خاطئ.